بداية مع جولة تويتر وأبرز التغريدات المميزة اليوم. صراحة اليوم محضرين لكم تغريدات لطيفة مضحكة فيها ترفيه، قدر بنرفع عليكم شوي بما أن اليوم أربع. اليوم الأربع تحسوه خفيف علينا، ليش؟ اليوم أربع. أوكي، نروح التغريدة الأولى معانا من حساب الدكتور محمد ربيع، ونتكلم عن رجل من سكان قمر زحل تيتان جاء للأرض وعمل رسام. هذا الرجل اللي حنشوفه في هذا الفيديو والله فنان، يعني فنان بالفعل، يعني طريقة استخدامه للألوان ومهاراته في استخدام الأدوات الثانية اللي قاعدين نشوفها رهيبة. شايفين الأدوات اللي قاعد يستخدمها، بالنهاية بيطلع بلوحة رائعة جدا، يعني تحسها من المجرة طالع اللوحة. صراحة شكلي لازم أتعلم وأرسم، إن شاء الله أطلع لكم إبداعاتي وأعرضها معانا في البرنامج وأعلقها هنا في الاستوديو اللي ما حد راح يشتريها، وأعرضها كمان في مزاد ونشوف كم. والله ما حد راح يشتريها ولا بربع ريال، مو بريال. عموما والله فنان، شكرا للدكتور محمد ربيع نقل لنا هذا الفن الجميل وهذا الفيديو ايضا الجميل. الى تغريده تاليه من حساب اول سعوديه. هيلة المحيسن شابه سعوديه استثنائيه بكل ما تحمله المعنى الكلمات من معاني. ولدت بلا ذراعين، ترسم بقدميها اشد اللوحات الفنيه تعقيدا. رسمت اكثر من 200 لوحه وشاركت في معارض عديده وابهرت الجميع بالرسم الحي. اذا كان عند الانسان اراده واصرار، ما في شيء مستحيل ممكن أن يوقف قدامه، ما في أي إعاقة ممكن تبعدك عن أحلامك. شفنا أمس ضيفنا محمد واليوم المبدعة هيلة المحيسن، صراحة يعطيك العافية يا هيلة، وكلنا سعداء فيك ومعجبين جدا بأعمالك الفنية، استمري دائما ونحن معك. إلى حساب لبيب. لبيب طوروا تقنية وتكلموا عنها خصوصا في سوالين الحلاقة، وأتوقع الرجال راح ينبسطوا كثير على هذه التقنية. خليني أقول لكم هذه التقنية وش تسوي. تطور التقنية في صالون الرجال أو الحلاقة للرجال لدرجة أنه يمكن للشخص أن يشاهد شكله بألوان وأشكال القصات المختلفة قبل تنفيذها. العلم يتطور بشكل جميل، يعني على التكنولوجيا أحلى من كذا ما في. يعني إيش؟ قدامكم شاشة تختاروا منها اللون، القصة، وتشوفوا شكلكم كيف راح يطلع قبل ما تبدوا يعني على نفسكم الشيء. والله حبيت هذه التقنية. طب ليه ما يسووها في صوالين الحريم؟ ليه بس للرجال؟ والله حبيتها، حلوة حلوة، عشان بالنهاية تتجنب مشاكل ما بعد القص أو الصبغة، فجأة تقص قصة ما تطلع حلوة عليك، تستنى لين يطول شعرك. يعني بالذات الناس المترددة تقدروا أنكم تشوفوا أشكالكم قبل ما تسووا أي شيء في شعوركم. أنا صراحة أطالب بهذه التقنية في صالونات الحريم، الحريم يمكن مترددات أكثر من الرجال. ولا يا عنود؟ والله فهذه التقنية راح تساعدهم كثير، ما عجبتها الصبغة، ما عجبتها القصة، فأتوقع راح تفيدهم كثير وتريحهم في نفس الوقت هذه التقنية. نروح لحساب خالد حمد. خالد نقل لنا موقف طريف جدا راح أذكر لكم إياه اليوم، لا والطريف مع إياد، لا خلينا الحمد. اتكلم عن رجل اتمدد على أرضية متجر احتجاجا بعد أن طلب منها ارتداء كمامة الوجه في مدينة لانتانا بولاية فلوريدا الأمريكية، وتم استدعاء الشرطة الذين سمحوا له بدفع قيمة أغراضه عن طريق الخدمة الذاتية ثم أخرجوا من المتجر. يعني سوى زحمة في الشارع والشارع فاضي، والله العظيم شايفين بس مشاكل. هذا النوع من الناس أعتقد أنهم ما يقدروا يلتزموا بالأنظمة ويحسوا أنهم أنجزوا في حياتهم الكثير إذا خالفوا الأنظمة المشروطة عليهم. يعني زي هذا الرجل ما رضي يرتدي الكمامة وما راح يكلف الموضوع ولا شيء إذا بس لبس الكمامة، فما استفاد ولا شيء من اللي سواه غير أن تم القبض عليه في النهاية. أحسن، يستاهل، يكون عبرة إن شاء الله لكل شخص يخالف القوانين والأنظمة. أي أحسن، مبسوطة عليه. نروح لآخر تغريداتنا لليوم من حساب إياد الحمود. إياد الحمود اللي صراحة أول ما شفت التغريدة أنا طحت من الضحك.
بقول لكم عليه. نقل مقطع فيديو لشرطة برازيلية كانت تبحث عن رجل. هذا الرجل دخلوا بيته ولكن ما لقوه طبعا، وبعدين يعني احد رجال الشرطة بدأ انه يضحك عندما اكتشف ان الشخص المطلوب حول نفسه لطاولة فوقه عرايس وشنطة نسائية للتمويه. لا 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 ماني قادرة، لا مستحيل مستحيل، كيف جاءت هذه الفكرة؟ يعني لو حرمة ما حتفكر في هذا الموضوع. حاول يكون ذكي ولكن للأسف غباء طيح في شر أعماله في النهاية. يعني ما عرف تهرب، سوي أي شيء ثاني، مو تسوي نفسك طاولة. عارف ناس سووا نفسهم جدار. والله مزهرية والله. طاولة ونسائية وجنب السرير، يعني كومودين. مو طبيعية مو طبيعية. عموما هذه آخر أخبارنا لي اليوم، آخر تغريداتنا لي اليوم، ولكن أكيد مكملين معكم حلقاتنا. فاصل قصير وراجعين، لا تروحوا بعيد.